السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة لدرسي الهوايات وحياة المتشددة والفعل اللازم والفعل المتعدي. بداية درس الهواية وحياة المتشددة، تحدثنا في هذا الدرس يا أبطال عن بعض المفردات، وهنا أهمية ممارسة الهواية وأنواع الهوايات ودور قطر في الاهتمام بممارسة الهواية. قلنا أن هذا النص من النصوص الإقناعية، هذا النص من النصوص الإقناعية. إذا أردت إقناع أحد ما بشيء معين فعليك أن تستخدم أساليب الإقناع، مثل التشويق باستخدام الخطاب المباشر، أو بالتأكيد على الفكرة باستخدام الآيات أو الأحاديث أو أقوال العلماء. هنا إذا تحدثنا عن أهمية الهواية فهناك جانب اجتماعي وجانب نفسي وجانب عقلي. الجانب الاجتماعي تساعد على إنشاء علاقات اجتماعية أو صداقات جديدة، والجانب النفسي تشعر الإنسان بالمتعة والفائدة. أما الجانب العملي تساعد على الإبداع والابتكار. هذه أهمية ممارسة الهواية. لكن أنواع الهوايات تختلف حسب التصنيف التالي إلى ذهنية وحركية وفنية. الذهنية مثل الكتابة، كتابة المقال، كتابة القصة وغيرها. أما الحركية مثل تربية الحيوانات والتي تحتاج إلى حركة، وكرة القدم والرياضات الأخرى. أما الفنية فمثل التمثيل المسرحي والرسم. وإذا تحدثنا في نهاية الدرس عن دور قطر في الاهتمام بممارسة الهواية، نقول أنها أنشأت العديد من النوادي والأكاديميات الرياضية مثل أكاديمية سباير، وأنشأت النوادي الفنية والإبداعية مثل النادي العلمي ونادي إبداع الفتاة. السؤال الذي قد يطرح هنا: ما المنشآت أو ما المؤسسات الرياضية التي ذكرها الكاتب في النص؟ مؤسسات رياضية، نقول أكاديمية سباير. أو إذا قال لك وضح دور قطر في الاهتمام بممارسة الهواية من خلال النص، من خلال ما فهمت من النص، أذكر هذه الأشياء. تمام يا أبطال؟ إذا قال حدد لك من خلال النص، أقول أنشأ العديد من النوادي والأكاديميات الرياضية مثل أكاديمية سباير، أنشأ النوادي الفنية والإبداعية مثل النادي العلمي والنادي إبداع الفتاة. هناك أشياء أخرى كثيرة لكنها غير مذكورة في النص. نركز أيضا على هذه المصطلحات، لأنها مصطلحات قد تأتي لنا في التطبيق والواجب. أن العلم الناتج عن معرفة وتجربة، العلم الناتج عن معرفة وتجربة هو سنتم يأتي من الخبرة، يأتي من الخبرة. أما عمل شيء غير مسبوق، غير مسبوق، هو إبداع وابتكار. إظهار شيء وإبرازه، إظهار شيء ليس طب التطور لكنه اكتشاف. مهم مراجعة لما قلناه منذ قليل أن الجانب النفسي، أحسنتم يا أبطال، الجانب النفسي من فوائد الهواية هو تشعر الإنسان بالمتعة والفائدة. أما الجانب العملي وهو تساعد على الإبداع والابتكار. أما الجانب الاجتماعي تساعد على إنشاء علاقات اجتماعية جديدة أو صداقات جديدة وهكذا. أيضا الذي يتحدث عن تصنيف الهوايات، هوايات ذهنية وهو فنية وحركية. الذهنية كما قلنا يا أبطال أن الكتابة وكتابة القصة وكتابة المقال. أن الفنية، أحسنتم، الفنية مثل التمثيل المسرحي والرسم، والحركية تحتاج إلى حركة مثل تربية الحيوانات وكرة القدم. كتابة المقال أيضا الرسم فني، هوايات فنية، و من كتابة القصة وكرة القدم من الهوايات الحركية. نأتي أيضا إلى دور وضح كيف يكون ذلك. ممارسة الهواية تصرف الإنسان عما لا يفيده. بالفعل ممارسة الهواية تشغل وقت فراغي، لا تدع له فرصة لإهدار وقتي وجهدي فيما لا يعود عليه بالنفع. هنا آمنت دولة قطر الأهمية الكبيرة لممارسة الهوايات. الدليل من النص يا شباب هو أن نذكر أنها أنشأت العديد من المؤسسات الأكاديمية أو النوادي الأكاديمية والرياضية.
النوادي والأكاديميات الرياضية مثل النادي العلمي ونادي إبداع الفتاة وأكاديمية أسباير. هنا نأتي إلى الدرس الآخر هو درس اللازم والمتعدي. بماذا نسمي الفعل الذي يكتفي بفعل؟ الذي يكتفي بفعل يا شباب يسمى فعل لازم، يأتي فعل وفاعل. ذهب الولد إلى المسجد يا أستاذ. إلى، لا، أنه إلى حرف جر والمسجد اسم مجرور. أما الفعل الذي يحتاج المفعول به يقول أنه فعل أقوى منه، فعل متعدي يتعدى ليأتي مفعول به، مثل قرأ الولد الكتاب، قرأ الولد القرآن، وهكذا. نتذكر قاعدة الدرس، الفعل اللازم هو كما قلنا الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول، مثل أشرقت الشمس. وأيضا أي أفعال تدل على اللون، اللون تدل على اللون هي أفعال لازمة، أحمر الزرع، أخضر الشجر، وهكذا. أما الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به، مثل تبني الطيور أعشاشها. أعشاشها هنا مفعول به، والمفعول به إذا جاء في الجملة يكون هذا الفعل متعدي. إذا جئنا بهذه الدرس سؤال من الدرس، استخرج من هذه الفكرة السابقة فعلين لازمين. فعلين لازمين يا أبطال. الفعل اللازم هنا، أحسنتم، ابتعد عن التأجيل. طب أين الفاعل؟ الفاعل هو ضمير مستتر تقديره أنت، وهذا مثلها بالضبط يا شباب. واحرص، احرص على التزام. الفاعل غير موجود لأنه ضمير مستتر، احرص أنت، ابتعد أنت. أما الفعل المتعدي هو استثمر وقتك، أحسنت، الوقت، استثمر أنت وقتك، وقتك هو المفعول به، والمفعول به. أيضا يا شباب هنا الفعل يقدرون، يقدرون الأشخاص، الأشخاص هنا مفعول به، إذا هذا الفعل متعدي. أيضا إذا جينا للإعراب يا شباب، نقول أن بداية الإعراب نشاهد وضع الكلمة، أين وضعت، وضع في جملة اسمية أم فعلية، أم يسبق حرف جر إلى غير ذلك. إذا القطريون قبلها فعل، فعل، إذا جملة فعلية، يحب القطريون، إذا هذه الكلمة فاعل، وإذا الفاعل دائما مرفوع. ونشاهد القطريون مفرد أم مثنى أم جمع، إذا جمع، جمع مذكر سالم، نقول فاعل، فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما بلادهم، كلمة بلادهم هي يحب القطريون ماذا؟ أحسنتم، بلادهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والضمير هم في محل جر مضاف إليه. تسهم المحميات، كلمة المحميات نشاهد الكلمة التي قبلها، تسهم، تسهم فعل، إذا كلمة المحميات موضوعة في جملة فعلية. تسهم المحميات، تسهم فعل، المحميات فاعل، والفعل هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تكافئ الحكومة المتميزين، متميزين نشاهد هذه الكلمة موضوعة في الجملة، أحسنتم، جملة فعلية. تكافئ، من الذي تكافئ؟ الحكومة تكافئ من؟ أحسنتم، المتميزين، إذا هي مفعول به، والمفعول به هل هو مفرد أم مثنى أو جمع؟ جمع مذكر، أحسنتم، إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. بهذه المراجعة السريعة يا أبطال، قد اشتملنا على دروس، على درسي الهواية حياة متجددة ودرس الفعل اللازم والفعل المتعدي.